مشاهدينا، خليني اعرفكم دلوقتي على باسم عمرو. باسم عمرو ده حلمه اتحقق بمشروع متكامل لورشه ميكانيكي الات زراعيه. خلينا نشوف كده مع بعض قال ايه لكاميرا صباح الخير وحكى حكايته ازاي. تعالوا مع بعض نشوف ونتابع. شغال في الشغلانه دي اديلي النهارده حوالي بتاع 11 سنه. شغال ميكانيكي بتاع معدات الات زراعيه، مكن ميه ومواتير ميه ومولدات كهرباء والكلام ده. العدد الجديده يعني بقت اصبح بقى في دريلات، في الات تانية. يعني انا بشتغل مثلا بره، بشتغل في مكان ما فيهوش كهرباء، فالدريلات دلوقتي بقت شحن، في معدات كتير هي اللي خلتنا اجبرت ان انا اعمل كده. يعني دي كانت ميزه. يعني طبعا العدد كانت قليله معانا، ما كانش فيه نسب عدد كتيره، ما كانش فيه مثلا مفاتيح، ما كانش فيه مفكات الكهرباء والكلام ده كله. ده حاليا بقت متواجد، خدت مبلغ وسهل لي بقى العدد، بدات ان انا اشتري، بدات ان انا اجيب العده الجديده، بدات اجيبها يعني سهلت معايا. بدل ما بحل بقى بايديا خلاص بقت معايا دريلات، بدل ما اخد مولد معايا عند مكان عشان صاروخ واقطع حاجه ولا بتاع، بقى في شحن. يعني الحاجات دي كلها دي سهلت معايا وقت وسرعه والكلام من ده كله. ده لو حبيت اتوسع واعمل حاجه تانية هلجا برضو للجهات المختصه واحاول ان انا يدوني فلوس تاني وابدا اكبر تاني.